خلاص لا صوت يعلو على منتخبنا الوطني وعن بدايته لغدا لتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 أمام منتخب جيبوتي. بشكل عام كيف ترى هذه المباراة كابتن ماهر في ظل هذه الأجواء؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم. يعني اسم المنتخب أعلى حاجة طبعا بالنسبة لنا طبعا. شرف كبير جدا لكل لعيبة وكل المصريين أنك أنت تمثل منتخب مصر. عايز أرجع بالتاريخ كده أسلام. أول ما بعت لي اسمي من ضمن طبعاً الاختيارات، عايز أقول لك إن كان وقتها الفاكس جه من اتحاد الكورة، كان في فاكس وقتها كابتن؟ ب 11 لعيب. أوكي 11 لعيب من النادي الأهلي. فأنا رحت، كان التجمع الساعة 3، أنا كنت موجود من الساعة 12. مش مصدق مينكوفيتش. مش مصدق يا شريف بصراحة. يعني المدير الفني الغزلافي. كان وقتها كان الكلام ده حوالي، كانت فرقة مصر تخوض 78. أسماء رهيبة، وعايز أقول لك كنت أصغر لعيب في المنتخب 19 سنة. فرحت الساعة 12، عم علي الراجل اللي موجود استغرب، قال لي يا كابتن مال انت جاي بدري ليه؟ جاي بدري ليه؟ الساعه 3 ما كانش في معسكرات بقى وبتاع ساعتها خالص، كانت تروح على التمرين وتمشي بعد التمرين. يعني التجمع بعد التجمع بقى اتحاد الكوره. اتحاد الكوره اتحاد الكوره طول عمره، يعني حتى في المراحل لو بتفتكر شريف، من حتى الناشئين يا اسلام والمنتخب الشباب وثم المنتخب الاولمبي، كان اتحاد الكوره ده هو المعسكر صحيح الوحيد بالنسبه لنا. ما كانش على ماتش خارجيه. لا كان فيها تصفيات المنطقه السادسه قبليها، كان زامبيا والسودان واوغندا. كان لسه كاس العالم ما بداش تصفيات كاس العالم. اوكي فانا رحت الساعه 12، الناس استغربت، انا مش مصدق يعني. عيل صغير بقى ورايح، صغير وطبعا فرحان جدا منتخب مصر وزمان بقى الكنيش الموضه ايام. فمنتخب مصر يظل دائما هو الامل. سبحان الله، طبعا امل كبير جدا جدا يعني. فان شاء الله باذن الله نتمنى ان المجموعه دي يعني زي ما احنا فرحنا الاجيال اللي قبل كده، هم كمان يفرحونا ان شاء الله في وصولنا لكاس العالم، الحلم اللي احنا بنحلم بيه يا رب طول عمرنا. وعايز اقول لك ان اسلام، ان البلد كلها مهتميه، من سياده الرئيس للشباب والرياضه، وزير الشباب والرياضه، اتحاد الكوره، اللاعبين، الجماهير المصريه، اللي احنا محتاجين نفرحهم بشكل كبير جدا في هذا اللقاء، اول لقاء بيننا وبين جيبوتي. مهم جدا ان احنا يعني نبعث رساله او ابتسامه لجماهير مصر، خصوصا في الاوقات دي. مهم جدا ان احنا يعني نكسب، ومهم جدا ان احنا نأدي اداء جيد، ومهم جدا ان احنا نبسط طبعا جماهيرنا العظيمه في كل مكان. طبعا كل الناس هتتابع بكره اذا كان في الاستاد، زي ما انت تفضلت يا اسلام وقلت 30,000. كنا نتمنى يا رب بكره يبقى في 30,000، كنا نتمنى اكتر كمان من 30,000، لان ده يعني عامل مهم جدا لعيبه المنتخب حقيقي. جماهيرهم اللي بتسندهم وبتشجعهم وتقف جنبهم بشكل كبير جدا. فنتمنى ان شاء الله بكره باذن الله يكون افتتاحيه لمنتخب مصر، نتيجه واداء، والناس كلها تطمن على مشوار الفريق القومي من بداية مباراة جيبوتي غدا إن شاء الله. كابتن شريف، في مثل هذه المباريات، منتخب مصر ومنتخب جيبوتي، منتخب جيبوتي من المنتخبات الغامضة، يعني تصنيف ورابع وكذا وكذا وكل هذه الأمور تمام، وإحنا تصنيفنا أول وفرق كبير ولكن هل الغموض ده ممكن يخلينا أو يخلي روي فيتوريا، أو كيف يفكر روي فيتوريا في هذه المباراة؟ والله يا كابتن هقول لك على حاجه. فاكر احنا كنا انا وانت اتكلمنا عن فيتوريا قبل كده، وقلنا الاستعدادات بتاعته والاعدادات بتاعته اللي بيعملها مع المنتخب، وطلب كتير قوي انه يعمل مباريات، وكان اقواها المباراه بتاعت الجزائر. منتخب مصر اظهر شخصيه كبيره جدا في مباراه الجزائر، حتى هو بيلعب ب 10 لاعبين يعني. فالمباراه دي ادت ثقة للجماهير كلها بعودة منتخب مصر تاني لتحمل مسؤولية، وخاصة اللعيبة يعني. فبالنسبة لفيتوريا او اي مدرب بيجي لمنتخب مصر، اعتقد ان هو بيعتمد على الشكل الاحترافي اللي هو خارج مصر كله، كل اللعيبة اللي هي محترفة بره مصر، وبنشوف اللعيبة اللي هي في مصر زي زيزو، زي حسين الشحات، زي الناس اللي هي بتجيد وبتبقى موجودة، تبقى موجوده مع نفس الشكل ونفس تشكيل محمد صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد والنني. يعني الشكل العمومي بتاع المنتخب
بيتحاور بين الباك ليفت بس، ممكن محمد حمدي اي حد تاني بيبقى جاي مستخدم عليه او حاجه، والشناوي مكانه، والباك رايت اعتقد انه بيبقى برضو محصور. ف البدايات زي ما احنا اتكلمنا كلنا وما اعرفش ايه بالنسبه لاي منتخبات هي دي اهم حاجه طبعا. يعني انت بكره هتلعب المجهول، المجهول ده لازم يتفك السحر بتاعه او يتفك الطلاسم بتاعته في اول 10 دقائق جول، بعد كده هتلاقي الدنيا خلاص هيعرفوا من هو محمد صلاح، من هو لا هم عارفين اكيد هم عارفين، لكن احنا مش عارفين من غير جوال احنا من غير ما بنجيب جوال بقينا زي بعض. أيوة. وممكن تتخطف الملعب دايما يا كابتن مختلف، نجيله مختلفه، لكن بره الملعب قول نظري زي ما انت عايز، لكن جوه الملعب الوضع مختلف. انما جوه لازم اخد المأخذ الجد اللي انا اخدته في ماتش الجزائر. صحيح، احترمت فرقه الجزائر، لعبت الكره اللي عندي، عندي شخصيه، كان عندي جرأه. هي الشخصيه والجرأه دي اللي هي مطلوبه في الفتره اللي جايه دي كلها. صحيح، الفتره الجايه المستمره، وربنا يبعد الاصابات طبعا عن اللعيبه كلها، ويوافق فيتوريا في عدم المجاملات. يعني انا بكره ان شاء الله لو ربنا كرمني بهيفي سكور ماشي، اقدر اعمل احلال وتبديل جوه في الفرقه، ادي لعيبه من بره، ادخل ناس انفورم، اعمل كل حاجه، ولكن ما يبقاش فيه مجاملات عشان لعيب جاي لي من المانيا او جاي من اي حته، لازم اديله على حسب الملعب. ما يبقاش تريزيجيه شغال زي الفل وتمام التمام وغيره، لا، خليك دايما عندك الانياب بتاعتك، خليك دايما عندك الناس اللي احنا بنعتمد عليهم، خليك عندك شخصية الكوتش اللي هو عايز يكسب. يعني انت مالكش دعوه باي حاجة تانية، ما حدش هيحاسبك يقول لك انت ما لعبتش ليه فلان، ولا ليه ده ما ابتداش، ولا لا، خليك انت الراجل اللي واقف عندك مصلحة واحدة بس، هي الفوز والوصول لكأس العالم، ولما توصل كأس العالم بقى نبقى نشوف الدنيا هتبقى عاملة ازاي. طيب كابتن ماهر، طيب معنى الكلام اللي كابتن شريف بيقوله ده يودينا لفيتوريا، هل برضه فيتوريا يبتدي يستكشف، ينتظر، يعمل هجوم ضاغط، ينتظر ويلعب بشكل معتدل ما بين الهجوم والدفاع في ظل، ولا ينظر للورق؟ الورق بيقول ان فارق مستوى كبير جدا ما بين منتخب مصر ومنتخب جيبوتي، ولكن احنا تعلمنا من حضراتكم ومن كل الناس دائما ان الملعب يجب ان يواجه بالملعب. بالظبط، وحتى كمان من منذ توليت فيتوريا نتائجه بتقول كده، يعني 11 مباراه تولى المهمه. صحيح. 11 مباراه كسب 9 وتعادل 1 وخسر مباراه. صح. فده بياكد، حتى اهدافه 23 هدف دخل في 6، ده بياكد ان مستر فيتوريا جاي اتحاد الكره متعاقد معاه، عشان احنا عندنا كاس افريقيه شريف لازم نبقى موجودين فيه، وان شاء الله لازم نحارب عليه ونكسبه. دي من ضمن الاهداف اللي اتحاد الكوره بناها، او الاستراتيجيه اللي بناها مع مستر فيتوريا. وصلنا لكاس العالم ان شاء الله باذن الله، في المجموعه بتاعتنا نوصل لكاس العالم، ولما نوصل لكاس العالم مطالبين ان شاء الله باذن الله زي المغرب ان احنا نادي اداء مشرف للكره المصريه.